اكو ميلا. يا ربي هاي رح نطلع من مدرسة الاطفال. ما لقيتي؟ ما لقيتي عزب عيني؟ لحتى نفس المكان. ميلا ماما وينك ميلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يما الحمد لله تشا كابوس. يما خلي اروح اشوف الجهال ايش يسوون. لا 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 خليني لبسك يا شو هدوم يا بيبي ده خلاك؟ انا كمان ده خليني شو لقيتك مولا ماما تاخذنا مشوار. اي بعتي قولي لها خلي تاخذنا على مكان بي اطفال بي العاب شويه نفرح ترى والله كلش ضايجين. احلى فكره يا حبيبي. قدومي ميلا ماما انتو زينين حبيبتي؟ ايه ماما بس ما ليش تاخدينا مشوار نحنا كتير بورين. اليوم نطلع برا البيت وانا شايفة كابوس. ايه ماما حبيبتي شو رأيش نظل بالبيت نلعب؟ عندنا كوما العاب. بس ماما انا كتير بورين. زين شو رأيش نروح نتفرج تلفزيون؟ اوكي. ايه يلا امشي نروح نتفرج تلفزيون. يلا ميلا تعالوا تعالوا نتفرج تلفزيون ونسوي شامية بوب كورن. ميلا قدومي شو تحبوا تتفرجون؟ أفلام كرتون. أوكي يلا خلينا نفتح التلفزيون أول شيء. شو طلعت هاي؟ هاي كلمة سندلان. خليني أشيلها خليني أشيلها. لا خلنا طفي التلفزيون احسن شيء. خلنا طفي التلفزيون يما. لا ماما لا حبيبتي ما نروح على كندا زوندرلاند. لا 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 بدنا نروح بدنا نروح بدنا نروح. لا ماما قعدي حبيبتي هذا المكان كلش ازدحام واني بعد ابد ما اروح عليه. اوكي هاي مدينة الالعاب كلش كبيرة وخوف وازدحام ما نروح عليها. اوكي قعدي ماما انت وقدومي يلا روحوا لعبوا باي شيء. انا اروح اسوي لكم ريوق. قدومي انت روح قول لماما تاخذنا على كندا سندرلاند. ماما تحبك انت ما رحت ابدا على كندا سندرلاند. يلا روح روح هلا. يلا روح حبيبي روح. يا ربي خليني اروح على كندا سندرلاند. مامي مامي هي هي يا معاوية تنتبهي علي تنتبهي. امشي قومي صين على هاي مدينة الألعاب مبينة والله بيها خوش ألعاب. قومي لعبيني. أنا ما لعبت بأي لعبة من جيت للدنيا لحد هسه. حتى أنت تريد تروح ماما على مدينة الألعاب الكبيرة؟ يلا قومي خذينا كل شيء ما راح يصير. أقول لك بعيدة هسه ما راح تاخذينا ترى ألم جوالاتي وأروح أنا وميلا وحدنا. إذا ما نروح راح تروحون وحدكم أنت وميلا؟ يلا امشي يلا إلا بالتهديد أنت تمشي. يلا يلا قومي خذينا يلا. ميلا 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 حبيبتي لا تبكين ماما. يلا قومي لبسي راح اخذك انت وقدومي على اكبر مدينه ملاهي بكندا. بس باعي من هسه اقول لك تبقين لازقه بيا وما تروحين بعيد. اوكي لانه هذا المكان كلش ازدحام وهواي اطفال يضيعون بيه. اوكي يلا ماما حبيبتي خذي قدومي وروحوا البسوا. يلا خلوني احضر لكم. يا رب ان شاء الله ما يصير شيء. يا الهي يا رب ان شاء الله ما يصير شيء. خلنا اقوم البسه محضر الغراض. او يا جايز وصلنا على كندا سويسرلاند. يلا ميلا شو نسوي اول شيء؟ ناكل بعدين نلعب. ناكل اول شيء؟ يلا ليتس جو. يبي باي ادومي. الله تعال قول باي باي يا دومي. واو يا جايز باعوا هذا الشلال ايش قد حلو. واو جايز جايز شنو رايكم اركب دادي بهاي اللعبه؟ تعال دادي خلينا نشوف شلون تشتغل هاي اللعبه. بلال بس لهنانة بابا ما تقلب دي شوف ما تقلب سهلة. يو قلبت عزل. لا ما قلبت باوع ما قلبت. هلا بتقلب معدتك. روح روح والله روح اركب. اوه والله سريعة والله سريعة. شنو قلبت قلبت عزل قلبت قلبت. هاي شنو عزل قلبت يا جاي. يو يمه
ما بع الصوت مال العياط. شنو بلال؟ الهزم بلال، الهزم دادي، الهزم دادي. يا جايز وصلنا على المطعم، هذا اكبر مطعم هنا بهاي مدينة الالعاب. إيه الحمد لله ماكو ازدحام. لا والله ازدحام. يلا خلينا نفوت حتى نطلب اكل. اوكي راح نطلب تشيكن تندر هناك. يا جايز الاكل صار جاهز. يلا وين ادم؟ صار له ساعه يبكي. يلا بسم الله اكل. يلا يبي شفنا المكان ايش قد حلو. اوه يلا اكلوا يلا بالعافيه. طيبه طيبه دومي. وهسه يا جايز بعد ما اكلنا وخلصنا رايحين على قسم الاطفال. يبي وين ميلا 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 هي. ويا جايز وصلنا على قسم الاطفال. هالمره الدومي راح يركب العاب لاول مره. متحمسه؟ متحمسه مامي؟ يلا شنو نركب اول شيء؟ هي ايه طبعا هي راح تركبه. راح نركب الدومي بالبالون لاول مره. واو ماش قد حلو. ميلا تركبين مع الدومي لو لا؟ يلا هي بدها تساعده. يلا ماما اركبي ويا حبيبتي. ميلا ميلا باي. دومي جايز ميلا ودادي راح يركبون بهاي اللعبة قطار الموت. يلا انت صغيروني ما تركب؟ هسه اروح اركبك اوكي؟ اكو العاب على قدك. يلا امشوا خلينا نركب. اريدي العب انت ما قاعدة تلعبون. يا يما يبكي. يلا امشوا خلينا نلعب. يلا يلا بس تعالوا تعالوا هنا تعالوا تعالوا. شو رايكم تركبون بالحصان؟ اي والله تلعبي بابا فيها. اي يقدر يركب. جاي جاي جاي. يلا روحوا روحوا. ما ده يعرف يركب يا جايز. ركب. باي باي. اكمد اكمد اكمد. مستغرب مستغرب. هاي. فرحان فرحان. هاي جايز نروح سنوبي دو فريندز. ييه تعالوا نشوفهم لانه ميلا كلش تحبهم.
شبكون شبكون طالع اصواتكم؟ بلال تريد تفوت تركب بيت الاشباح ترى تخاف. لا بابا حبيبتي. لا بابا اسمعيني ميلا بابا بس تكبري شوي حبيبتي بتلعبي ببيت الاشباح. لا حبيبي هلا بخوف خاف انت بابا تخافي حبيبتي اوكي؟ لا يلا لا بس تكبري شوي اوكي؟ قلت لك بلال نعم رح اروح اغير لها كلش حاره اوكي؟ اي والله وين غيرها. وين تبع مكان الاطفال؟ اي مكان الاطفال معك. طيب روحي انت انا حاخذ ميلا وروح نجيب عصير. اوكي اوكي؟ زين وين نلتقي؟ بس نخلص انا وميلا عصير بنجي لعندك. اوكي انت تعالوا. اوكي انا بجي لعندك وانتظركم. اوكي اوكي تعالي بابا معي يلا لا تزعلي بابا بس تصيري كبيره شوي بتلعبي بهذا بيت الاشباح اوكي. ومثل ما تشوفون يا جايز انا رحت بهذا الاتجاه وميلا ودادي راحوا بالاتجاه المعاكس وميلا قررت تستغل الوضع وتطلب من دادي هذا الطلب. بابا شو حبيبتي؟ تروحي عند ماما. تروحي عند ماما؟ ايه. تعرفي الطريق؟ ايه. تأكد منه؟ إيه؟ اوكي انا بس خلص جيب عصير بيجي لعندكم اوكي؟ اوكي يلا باي باي ماما رح نروح اكسبرس هروح البيت الاشباح تعالوا معي. ومثل ما شفتوا يا جايز كل واحد بينا صار باتجاه تعالوا نشوف شنو رح يصير. هركب وبسرعة روح الماما. شفتوا قص؟ أنا سويتها ما خفت أبداً لأن أنا كبيرة. هلا هروح لماما. جايز أنا بعرف الطريق لا تخافوا بعرف الطريق. يلا تعال ننتظر دادي وميلا برا اوكي يلا تعال. وانا كنت عم جيب عصير قالت لي حروح عند ماما قلت لها بتعرفي الطريقه قالت لي وجدت عندك. لا ما اجت عندي عذب عيني. وين ميلا؟ ما جت هي امي بلال؟ لك شلون ما اجت لعندك؟ هي قالت لي بابا انا بعرف الطريق تبع ماما ورح اروح لعندها. لك ما جتي بلال هالشبيه؟ شلون ما اجتك؟ والله شلون انت تعوفها؟ ثواني حروح اروح اشوفها بالطريق خليكي هون. فكره عندي فكره. شوفي روح انت من هنا كمل عدل من هنا اوكي؟ اوكي لا ترجع لا ترجع اوكي؟ لا لا انت دوري عليها من هون وانا حاطلع من هاي المكان. يلا بالكثير خابريني مشان نلتقى نحن مشان ما نضيع عن بعض. روحي روحي شوفيها يلا بسرعه باي. لازم نروح لماما خلص. ما لقيته مستحيل. امشي امشي قبل تعالي معي تعالي صار دنيا ليلي صار دنيا ليلي امشي امشي يلا امشي عزب عيني يلا يلا. يلا رؤى تعالي تعالي بسرعة. الأطفال كلها خلصناها دورناها قلبناها ماكو ميلا. يا ربي هاي رح نطلع من نظرة الأطفال. يلا يلا حنروح نشوف. شوف سكيورتي الله يخليك. حنشوفها يلا حنشوف. Thank you.
جايز دادي فات على قسم السيرفيس هنا سكيورتي على مود يقول لهم انه بنتي مفقوده ان شاء الله يا رب. ها ها بلال، ها بلال قل لي عملت ريبورت؟ ايه وعطيتهم صوره ميلا تبعوها؟ ايه قالوا لي حندور عليها وحيبلغوا كل العالم اللي عم تشتغل جوا بالالعاب اللي ايه عافيه. ايه قل لي ايه اذا شافوها بالمواصفات، بس قال لي في مشكله واحده انه بعد ساعه حتسكر البار. لا يا الله، سكر مدينة الالعاب حيصير في ازدحام هون. لا انه بخاف تطلع البنت لحالها تطلع لبرا. يا يما عزب عيني وما يشوفوها. تعال شو نسوي يعني نوقف يم الباب؟ ما تعال نوقف يم الباب عزب عيني. تعال احسن شي نوقف يم الباب. لا يلا نوقف يم الباب، خلينا نروح ندور كمان. لا 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 يما لا لا نوقف يم الباب. خلينا نروح ندور كمان. لا بلال، بلال كبيره ما راح نلقاها، مدينه الالعاب كلش كبيره. طيب خلاص نضل واقفين، خلاص نوقف هنا، نوقف يم البوابات خلاص. يا رؤى خلينا نروح ندور بعيد عن الباب شوي، بيان نصا حتسكر البار. خلينا نروح، تعالي تعالي معي. يلا بلال امشي امشي، خلي يشوفها بالكف هنا. ميلا وهنا من بعد ما كوما دورنا وتعبنا وفقدنا الأمل سمعنا مكبرات الصوت يصيحون باسم ميلا. ألف الحمد لله يا ربي، الشرطة لقوها ودي يقولون تعالوا استلموها من المركز. جايز وأخيرا الحمد لله سمعنا نداء، سمعنا نداء ميلا، امشوا قالونا تعالوا على السيرفيس. يما يا ربي يا إلهي. يا رب يا إلهي يا رب، يما قطع نفسي قطع نفسي يا إلهي. إن شاء الله ما تكون خايفة. وينها 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 ميلا؟ يما حبيبتي، يا يما يا روحي يا ماما. الحمد لله لقيناها، طبعا باقي ربع ساعة فبلال جابها هنا تاكل ايس كريم لانه كلش كلش خايفة وكلش مقهورة. وهيا جايز ايس كريم لميلا. ها ماما حبيبتي ايس كريم، انتي تحبين ايس كريم؟ وهذا هم يريد ايس كريم. ها يا راجل يريدون ايس كريم. ويا ربي الله ما يحط أي أم بهيجي موقف صعب، وأتمنى منكم أبد ما تعوفون أهلكم بالأخص بالأماكن المزدحمة.